تجاوزوا عدد المجمعات السكنية العشوائية 4000 مجمع سكني في عموم البلاد، ربعها في بغداد. أكثر من 1000 مجمع سكني عشوائي تمددت خلال السنوات الماضية في العاصمة، يسكنها قرابة 900,000 نسمة، أي ما يعادل 10% تقريبا من عموم سكان بغداد. هذا الرقم كبير، يعني كبير بمقاييسنا، هو جاي يكبر ويا تضخم عدد السكان. يعني نفس هذه النسبة وأقل بقليل كانت قبل 5 سنوات عندما أجرينا المسح الأول لهذه العشوائيات. ولذلك الظاهرة يعني لحد الآن لم تؤطر بإطار حل، ربما حافظنا على النسبة ولكن هذا لا يمثل هو الطموح. تحاول الحكومة اليوم وضع الحلول لهذه الأزمة عبر طريقين: تأسيس مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية المتزايدة، ومحاولة تكييف أوضاع بعض المجمعات المتجاوزة من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم. انفردت البصرة بين المحافظات العراقية بعدد المساكن العشوائية فيها، وهذا عائد إلى الهجرة بحثا عن عمل في موانئها وحقولها النفطية، بوصفها العاصمة الاقتصادية للعراق بحسب تفسير الحكومة المحلية هنا. على نحو اللافت تضاعف عدد سكان البصرة من 2,600,000 نسمة إلى أكثر من 5,500,000. نصف هذا العدد وافدون من محافظات الوسط والجنوب، وجلهم يعيشون في منازل متجاوزة على أملاك عامة وخاصة، وهو ما أنتج عنه زيادة في أعداد العشوائيات إلى نحو 150,000 وحدة سكنية حاليا، بعدما كانت تبلغ نصف هذا الرقم عام 2019. تعداد السكان كان طبعا 2,600,000، اليوم تعداد السكان ما يقارب 5.5 مليون. أغلب هذه الزيادة هي طبعا من النازحين وفي العشوائيات، يعني ما يقارب تقريبا 2 مليون هم من النازحين إلى محافظة البصرة. سوينا جرد العشوائيات، كان عدد الوحدات العشوائية ما يقارب 75,000 قبل 5 سنوات، اليوم طبعا احتمال يكون العدد هو ضعف يجوز 150,000. هيئة الاستثمار قدرت حاجة البصرة إلى 250,000 وحدة سكنية لحل أزمة العشوائيات، بينما المنازل المشيدة حاليا عن طريق الاستثمار بلغت 40,000 وحدة سكنية، وهي لا تلبي الطلب المتزايد على السكن. كل المشاريع الاستثمارية تجاوز 40,000 وحدة سكنية، لكن هذا أكيد ما راح يتناسب مع حجم الحاجة في المحافظة لأسباب نزوح اللي حصل لنا من المحافظات الأخرى للبصرة، يعني وفق معايير تحتاج إلى أكثر من 250,000 وحدة سكنية. السكن العشوائي لم يكتفي بغزو البصرة وتشويه معالمها، بل زاد من أعباء إضافية غير محسوبة على قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، فضلا عن الماء وشبكات الصرف الصحي والطرق.